Yeah. Shireen? Yes, I am here. Yeah. Can you just start with your slide? Yes, doctor. Okay. Then Shireen, please go ahead. Yeah. And I think, Shireen, especially, I mean, how you gathered information on firefighting foams and maybe from oil production industry might be very interesting. Yeah. Okay, we start. We can see your screen, but the presentation is not come yet. Okay. At the moment, it shows your folder. You need to select the presentation, the your PFAS presentation, your PFOS presentation. It's appeared? Yes, yeah. Super. Please go ahead. Okay. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن البيفوز والبيفو الموجود عندنا في الفاير فايتنج فوم. احنا الفاير فايتنج فوم عندنا انواع كتير. عندي حاجه اسمها فلورو بروتين فوم، وعندي اكواس فيلم فورمينج فوم، وعندي الانواع الثانيه. المهم البدائل موجوده او موجوده. قبل ما نبتدي في يعني نبتدي نعمل الانفنتوري بتاعنا، لازم نسأل سؤال ونعرف هل الفاير فايتنج فوم فيه بيفوز ولا لا. لسبب، لو هو ما فيهوش احنا مش هنعمل اي خطوه من الخطوات اللي جايه، لكن لو هو فيه هنكمل عادي خالص ونمشي الروتين بتاعنا في الكويشنير. طيب انا هعرف ازاي ان هو موجود او مش موجود؟ هتوجه بخطاب في حاجه اسمها الاداره العامه للاطفاء او الاداره المركزيه للاطفاء على حسب المسمى ليها، ودي بتكون تبع لوزاره الداخليه، وبنخاطبها ان هي تجيب لنا المواصفه او الاس دي اس تزوده بالفاير فايتنج فوم المستخدم عندها، وهي فعلا بيكون عندها المواصفه، يعني هي هتزودكم بالمواصفه دي. من خلال المواصفه والاس دي اس بنعرف هل عندي بيفوز ولا ما عنديش. طيب طلع ما عنديش، مش هعمل اي حاجه خلاص، هقول اللي انا ما عنديش. وطبعا هم بيقولوا من امتى، التوقيت الزمني ضروري جدا 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 جدا، لازم اعرف هو توقف عن الاستعمال بالنسبه لماده الفاير فايتنج فوم المحتويه على ماده البيفوز من سنه كام بس، لان ده هيوفر مجهود كبير. طيب لو هو قال لي انا مش عارف، على فكره كلمه اللي هو unknown يعني خلاص انا بفترض الفرض الثاني ان الماده موجوده، ودي رول موجوده في البوبس عموما، اي حاجه unknown بنفترض ان هي موجوده فعلا، ونبتدي ناخد الروتين بتاعنا لحد ما يثبت عندنا ان الحاجه دي مش موجوده فعلا. طيب مين الجهات اللي بتستعمل الحاجات دي كتير بكميات كبيرة؟ قلنا ان المطافي طبعا، وكل المنشآت البترولية والصناعات البترولية وما يرتبط بها بالنسبة للأويل دريلينج وكده، وبعد كده اي حاجة تانية بقى. فاحنا دايما بندور على البالك يوز، ودي رول موجوده عندنا في اي انفنتوري بتاعنا، وفي ستوكهولم حتى ما بتدور على الميجوريتي، ما مش بتدور على الحاجات الاستعمالات البسيطه الصغيره. هندخل على طول على الكوشنير دلوقتي في حاله الاستخدام. طيب هنا بيسالني، احنا هنا قلنا الانواع بتاعتهم، وادي الابريفيشن موجود. دلوقتي هندخل على الجزء ده، سؤال بنسأل اللي هو الـ current use. طيب هو في الكويشنير ده طبعا من الجايد لاين بتاعت المادة دي. طيب هنلاقي tables، أنا جايبة لكم الهيدز بتاعت التيبل، إيه هو المطلوب؟ أهم حاجة قلنا إيه؟ الشركات المنتجة، يبقى اسم المادة المستخدمة، هو بيستخدم مادة اسمها إيه، وهتكون من دول
الانواع اللي احنا شفناها دي، اللي هي سواء كانت اقواس او فيلم فورمينج او الكحول ريزيستنس، وفي الكحول ريزيستنس وبيبقى اقواس كمان، فيقول لك انا بستخدم النوع ده. طيب اسم الشركه المنتجه، لان هو بيستورد بيعمل مناقصه لشركه فبتجيب له اسمها ايه، وده موجود مع الاس دي اس اللي هو السيفتي داتا شيت اللي هو مرفق بيانات السلامه، فمهم جدا الاس دي اس ده مهم جدا جدا جدا. طيب اي حاجه ليها كاس نمبر لازم اكيد الكاس نمبر، وده موجود جوه الاس دي اس. طيب هو هنا بنشوف لو انا بنتج او كده، طب انا مخزن قد ايه عندي، ايه مخزون، كميه قد ايه من المخزونات عندي ولسه انا ما استخدمتهاش، ولو انا اشتريتها امتى عشان انا اعرف صلاحيتها. تاريخ الشراء ده بيحدد لي الصلاحيه وهي هتبقى موجوده عندي لحد امتى، هل انا هخلصها في الفتره دي ولا هي خلاص بعد كده هتتحول لويست. يعني تاريخ الشراء ده زي تاريخ الصلاحيه كده، ببقى عارف انا موقفي ايه بالظبط من الماده دي. طيب ندخل على سؤال اللي هو رقم 3، كونتنت اوف كيميكال، وده موجود في الاس دي اس. طيب قلنا اسم ماده الاطفاء لازم يقولي اسمها ايه، المحتوى الكيميكال كومبوزيشن، هي ما بتبقاش بس بيفوز، لا هو بيبقى معاها مواد تانيه، فهيرفق لك هو الاس دي اس بالمواد دي، ممكن ما يملاش البيانات دي، هيدي لك الاس دي اس ومن خلالها انت هتعرف. طب انا التيبلز دي بتفيدني في ايه؟ اللي انا لما اعمل اجتماع اسال في الكلام ده، ابقى عارف ايه النقاط اللي مفروض او الاسئله اللي انا احددها للطرف اللي قدامي. طيب قلنا الكاس نمبر اكيد، وبعدين قلنا اللي هو التركيز. ايه هي نسبه البي فوز اللي موجوده عندي في الكيميكال ستراكشر او في الكيميكال كومبوننتس الموجوده عندي، دي مهمة جدا النقطة دي التركيز. طيب هنيجي على سؤال رقم 4، ده بقى عندي في التريننج، وده مهم جدا على فكرة. أماكن التدريب هي تعتبر من الهوت سبوتس، لأن أماكن التدريب سواء نقطة مهمة، في أماكن تدريب قديمة يعني من زمان وهم ما اتغيروش وهو ده مكانهم، وفي ممكن يكون مكان جديد. فلما نيجي نسأل في أماكن التدريب لازم نسأل السنة، انتوا المكان ده تم إنشاؤه إمتى، علشان نعرف نربطه مع المادة، ده هتفيدك في تعيين الهوت سبوت بتاعتك. هيحدد طبعا لو في أماكن التدريب هما بيبقوا عارفين بيستخدموا قد إيه. من الكيس ستادي بتاعتنا بيقول لك أنا بستخدم كذا درام، الدرام دي المحتوى بتاعها كذا كذا لتر، وبيبقى يعني بتقدر تحسبها، هما عندهم البيانات دي. طيب وفي أماكن التدريب طبعا عدد مرات الإطفاء والحاجات دي، ده روتين الشغل بتاعهم. فهم لما نيجي نوجه أسئلة لأماكن التدريب هنوجه الثلاثة دول مع اللي احنا نعرف اللي هو الفترة الزمنية أو التاريخ الزمني لمكان التدريب ده من إمتى. طيب في سؤال خامس، هنا بنتكلم عن هي دي مش منطقية شوية، اللي هي بيقول لك خلال 30 سنة. ممكن نيجي نسأل، فإحنا عايزين نعرف يدونا بيان بالحرائق، وفعلا في ريبورتات فعلا موجودة في اللي هي الإدارة العامة للإطفاء، وبيبعتوا الريبورتات بيقول لك منطقة فلانية حوادث نشوب الحريق، سواء كانت منازل سيارات ممكن في الشارع العام، يعني هو بيحدد الأنواع بيقول لك عدد المرات. تمام دي موجودة في الريبورتات، ويعني أنا شخصيا شفتها. 30 سنة ما تتقيدش ب 30 سنة، لأن ممكن ما يكونش عنده داتا بيز ل 30 سنة فاتت. من خلال الكيس ستادي بتاعتنا أكتر حاجة 2010، ما عندوش قبل كده، ما فيش قاعدة بيانات قبل 2010، هو بيبتدي معايا من 2010، فخلاص على يعني as possible، يعني على قد الفترة الزمنية اللي موجود عنده بيانات هنستعملها، مش هنقف مكاننا. طيب ايه هي الاماكن؟ قلنا هم عندهم في الريبورتات بيحدد لك الاماكن وطبيعتها ايه. طبعا التاريخ بيبقى بالسنة، ده ريبورت لسنة مثلا 2019، ريبورت 2020، فنقول السنة دي حصل نشوب حريق
والحريق ده كان في اماكن كذا كذا كذا. النوعيه ده من البدايه هو بيقول لك انا بستخدم ايه، الكميه هو بيقول لك الحريق في حرائق كبيره في حرائق صغيره، بيديك افريج ليها. طيب التريننج سايت هنا بقى الجزء اللي هو بتاع الانفستيجيشن، قلنا التريننج سايت دي تعتبر هوت سبوت، فبيقول لك هي هل تم دراسه وتقييم اماكن التدريب وحوادث الاطفاء من قبل؟ غالبا لا. ليه؟ احنا الحاجات دي لسه بنعملها، دي مواد جديده ولسه اكيد ما حصلش تقييم. طيب في حاله طبعا عايز اعمل تقييم، يبقى اللوكيشن عندي الموقع، نوعيه ماده الاطفاء، قلنا الكونسنتريشن بتاعت البي فوز في ماده الاطفاء، ودي بقى اللي هي اشار اليها دكتور رونالد اللي هي التاير 3 ان ديبث انفنتوري، اللي هو لما بناخد عينات ونحللها ويبقى عندنا اناليسز، ده اللي هو التاير 3، فممكن دي كمان ما تكونش متوفره. طيب هننتقل بعد كده للويست. طيب الويست الدرامز او الكونتينرز اللي هم بيستعملوها بعد ما بيخلصوها بتروح فين؟ الإجابة المنطقية إن هي بتروح لاندفيل، تمام؟ طيب أنا دلوقتي مفيش حد بيتخلص منها ويسيبها في موقع الحادث، بس عندنا الكوشنير بيحط كل الافتراضات الممكنة، فبيقول لك هل أنت بتتخلص في نفس المكان اللي كان فيه نشوب حريق وموقع الحادث، ولا بيحصل لها معالجة، ولا بتروح للاندفيل اللي تابع للدولة أو البلد اللي أنت فيها، ولو في طريقة للتخلص أخرى غير المذكورة ده يتم ذكرها. طيب في حالة، طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في السؤال 6 على الويست مانجمنت. طب ستوك بايلز، انا عندي مخزون من المادة دي، المفروض لو هي محتوية على البي فوز، طب المخزون ده قد ايه؟ طبعا انتوا شايفين المادة اسمها ايه، الكود بتاعها، حالة التخزين، اماكن مفتوحة اماكن مغلقة، الكميات، وهكذا، عندك الكاس نمبر والبرسنتج واماكن التخزين وتاريخ الشراء. هنتنقل بعد كده. طيب في حاله ان انا ما بستخدمش البي فوز، عندي بديل، بيسالني ايه البديل، اسمه ايه، والتفاصيل بتاعته. طيب لو انا مش عارف ان في بديل اصلا، فبقول اللي انا مش عارف اللي انا بديل. ده سؤال كده بيطرح يعني من باب اللي انا بشوف الطرف اللي قدامي هو عارف ان في بديل ولا لا، بنشوف ايه سبب، لو عارف اوكي وبيستعمله، طب لو ما بيستعملوش ايه، ان هو ليه ما بيستعملوش. طيب بعد كده لازم نعرف الكامباني نيم واسم المنتج واللي هو الكونتاكت انفورميشن مع الكامباني اللي هي الشخص اللي بينتج ده. احنا كده خلصنا الفاير فايتنج فوم. هنتنقل لحاجة تانية اللي هي اسمها and maybe Shireen, because I mean we have also seen in Kuwait that no PFAS was used in the plating industry, so maybe only after Oman would find that they have a plating industry we would go into details. Yeah, so maybe let's say until here about let's say the explaining of these questionnaires. Yeah, and then maybe we ask to the Oman team if they have some questions. Okay. Excuse me, Roland. Okay. Let Shireen to finish, because maybe some slides we need some information from it, please. It's okay. Yeah, if you have time. Yeah, but you did not. I don't know, Yasser, what you, we can extend the time. We can extend the time. Yeah. Okay, good. Maybe 3 minutes, no more. Okay. احنا عندنا حاجة الـ PFOS ممكن تستخدم في حاجة اسمها mist suppressants chemical اللي هي مثبطات الرذاذ. طيب احنا هنتجه لمين؟ للكروميوم او الكروم بليتنج اندستري. طيب حالة اللي هي طلاء المعادن بعنصر الكروم، احنا انا فعلا دخلت منشأة صناعية وهي بتعمل بليتنج بالكروم، المشكلة مش في الكروم، المشكلة في استخدام الميست سبريسنت، لان الكروم ده هي مادة خطر
وليها رذاذ بتتطاير أثناء عمليات الطلاء، فهم علشان الرذاذ ده ما يبقاش متطاير وبيشكل خطورة على العاملين بيحطوا حاجة تثبت الرذاذ بحيث إن هو يهبطوا الليفل بتاع الإيميشن بتاعه ينزل لتحت. في طريقة كيميكال اللي هي اللي أنا أستخدم الميست سبريسنت المحتوي على الفيفوز، وفي طريقة فيزيكال اللي هي دي اللي انتوا شايفينها اللي هم بيستخدموا بلاستيك بولز، دي فعلا موجودة، بيستخدموا البلاستيك بولز بالشكل ده وبيكون جنب، يعني مثلا أنا عندي هنا لو أنا أفترض دي إن دي تيوب أو أنبوب بيكون نازل في الحوض، وتبقى التيوب سي دي البولز بلاستيك بولز دي بتكون محطوطة، بيكون في فيزيكال بتحكم فيزيكال اللي هو بيحط ساكشن سيستم زي ده كده، بيحط ساكشن سيستم، فهو كده استغنى عن انه يحط ميست سبريسنس كيميكالز. دي اللي انا شفتها، فعشان كده دكتور رونالد بيشير ان هي لا يتم استخدامها لان تم استخدام تقنيه بديله اللي هو حط البلاستيك بول وحط اللي هو ساكشن سيستم. طب في حاله ان هو ما بيستخدمش التكنيك ده وبيستخدم ميست سبريسنت وعندي طلاء معادن بالكروم والميست سبريسنت ده في البي فوز، طب اعمل ايه؟ اسال ازاي على الحكايه دي؟ خلاص يبقى انا حددت الطلاء ان هو الكروم، يعني انا مش هاجي الا جنب طلاء المعادن بالكروم، خلاص هو ده اللي انا هتوجه له. طيب انا هعمل ايه اللي انا اسال عليه؟ هسأل انتوا ايه الماده اللي بتستخدموها، الكيس نمبر عندي من قد ايه انتوا بتستخدموا يعني الماده دي، التاريخ مهم جدا، تاريخ مهم جدا، فتره زمنيه، سواء في الحالتين لو كان بيستخدمها وتوقف عن استخدامها واستخدم الطريقه اللي هو بيعمل كنترول اللي هو فيزيكال كنترول، فهسأله انت كنت بتستخدم ميست ولسه بتستخدم الميست مستمر، ولا كنت بتستخدم الميست وتوقفت واستخدمت الطريقة البديلة؟ فترة الزمنية مهمة جدا، ووصف العملية البديلة مهمة جدا، اللي انت تقول الارتفاع بتاع السكشن سيستم ده قد ايه، لازم المصنع يديلك وصف بالموضوع ده، اللي هيديك الحاجات دي مهندس الانتاج. طيب في حالة اللي انا بستخدم الميست السبريسنس وهو في المادة، فبسأل الكميات قد ايه وبسأل عن البيفوز والنسبة المئوية والتركيز بتاعها، التركيز مهم جدا. طيب احنا قلنا اللي بيساعدنا على اننا نعرف الكيميكال ستراكشر او الكومبوننت بتاعت الميست سبريسنت ايه، الاس دي اس سيفتي داتا شيت، هو بيحدد كل حاجه. فعندنا اهو بيقول لي في السيفتي داتا شيت بيكون هو مدينا من جواه النسبة المئوية بتاعت البي فوز وانا بستخدم قد ايه منها سنويا. ده للمصنع بقى يقول لك انا المادة الميست سبريسنت دي اللي بتحتوي على البي فوز انا بستخدمها من سنة كذا، ومقدار الاستخدام السنوي بتاعي هي الكمية دي. طيب ستوك بايلز، انا طبعا لو بستخدم مادة هيكون عندي مخزون، فدايما بسأل على المخزون عندي كميات ايه قد ايه وانا مخزنها فين، لان حتى يعني احنا قلنا ان لما نيجي نحدد الهوت سبوتس بنقول ايه، اماكن الانتاج وكمان اماكن التخزين واماكن التخلص، دي هوت سبوتس. فهنا لما نقول ستوك بايلز هتفيدني في ان انا هقدر احدد الهوت سبوتس بتاعي اماكن التخزين، وطبعا بناخد نفس البيانات اللي كنا بنسال عليها قبل كده هي اللي بنسال عليها تاني في اماكن التخزين. الويست نفس القصه، انتوا بتخلصوا من الكونتينرز او الليكويدز او السلادج بتاعتكم، لان اي حاجه هتخرج ويست هي اوريدي كونتامينيتد بالميست سبريسنت موجوده جواها البيفوز. فانا عندي هنا طرق التخلص في نفس المكان، عندي معالجه بروح للمكبات النفايات، او في حاجه ساعات الكونتينرز دي بتتباع بعد كده على انها يستخدموها لاي حاجه، يعني مثلا استخدام في المناطق الزراعيه، اعاده الاستخدام، في عندي اي استخدام اخر. احنا بنلاقي كتير كونتينرز يعني حتى في اماكن بيستخدموها ان هم يحطوا فيها اكل، يعني بتوصل للمرحله دي. طيب احنا بنقول نوعيه المخلف،
هي المادة بقت صلاحيتها انتهت فبقت هي مخلف، الحوض اللي انا بستخدمه هو باظ وما بستعملوش وخلاص، عملت ريبليسمنت وجبت حوض جديد فبدا بقى مخلف عندي. عندي السلادج، هل السلادج اللي بتطلع بتخلص منها ازاي بس، وعندي نوعية المعالجة، هل بيحصل معالجة ولا هي بتروح اللاند فيل وخلاص خلصنا على كده. طيب قلنا الأماكن اللي هي محتمل إن هي تكون ملوثة، قلنا لو هو مكان للإنتاج أو مكان للتخزين أو مكان للتخلص. تمام خلاص إحنا كده خلصنا، ولو في أي أسئلة تانية هنكون إن شاء الله بكرة، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من المعلومة. Thank you, Shireen. Thank you. And if there is any discussion for this, like I think Shireen is welcome. So, Dr. Muhammad? Yes, yes, sir. So if you have any clarification, you can just ask. Thank you. It's clear. The picture image will be more clear after we are practicing the kids, but in general it is clear. Mashallah, Shireen, she explained it, mashallah, very well. Okay, thank you. Yeah.